اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فراخ باربيكيو. المكونات الموجوده بتاعتنا فراخ مسلوقه متقطعه شرايح رفيعه زي الشاورما كده، برقه، خس، زبادي، صوص باربيكيو، هوت صوص، كزبره ناشفه، زعتر ناشف، بهارات مشكله، خل، تفاح، معجون صلصه، بابريكا، بصل وثوم. هنسخن الاول شويه زيت، الفراخ طبعا مسلوقه كده كده، نحط البصل الاول، بعد كده شويه ثوم مفروم، رشة فلفل، ملح، بعد كده نحط الفراخ، رشة زعتر، كزبرة، معلقة صغيرة معجون طماطم، البابريكا، شوية من الهوت صوص، نضيف المرقة، دلوقتي بقى المرقة هدت النار كده شوية، نحط خل، تفاح، والبهارات المشكلة، دلوقتي نطلع الفراخ، نقلبها مع صوص الباربيكيو، نجيب العيش، شوية خس، الزبادي، بعد كده نحط الفراخ،
دي على جنب. شوية زعتر. كده ساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش فراخ باربيكيو، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا. النهارده هنعمل مركز الفراوله بالمياه الغازيه. هو بسيط جدا، ما ياخدش مننا وقت، مش هنستعمل الخلاط. مكونات سكر للتحليه، مياه غازيه، ثلج ومركز الفراوله. الموضوع بسيط جدا بس احنا هنعمله بشكل حلو. نجيب الاول كوبايه كده، نحطها نلمس بس الطرف بتاعها ومركز الفراوله، مش عايزين بقى انها تبقى زياده عن اللزوم. بعد كده نحطها في سكر، دينا شكل ظريف. بعد كده نحاول بقى نحط او نستعمل احسن كده. نحط المياه الغازية، ثلج، نزود شوية كمان. كده العصير بتاعنا جاهز، اول حاجه الساقعه بتاعتنا جاهزه، مركز الفراوله بالمياه الغازيه، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.